السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. دايما ببقى مبسوط وسعيد وأنا موجود معاكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جديد، لسه جديد هو أصلا، التراخيص، المحلات الجديدة وقانون المحلات الجديد اللي بدأ يتطبق من الأيام اللي احنا فيها دي، وحاجة كويسة، حاجة بالنسبة للمحلات وللقهاوي وكل الحاجات اللي هي الخاصة بالمحل العامة. دي حاجة كويسة لأن خلاص مش هيبقى في بلدية، ومش هيبقى في حد يجي يقول لك والنبي أصل هشيل لك الحاجة اللي من الشارع وهشيل لك القهوة وهشيل لك الحاجة، لا مفيش الكلام ده، خلاص الكلام ده بخ انتهى. كل القانون الجديد اللي هو بيدرس، كان بيدرس قدوله 3 4 سنين، يعني من 2018 حاجة زي كده، أخيرا شاف النور، وبقيت تقدر تقدم على الرخصة بتاعتك بالإخطار، وما نسمعش للرسوم الكبيرة والرسوم الرهيبة اللي طالعة. لا 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 فيش كلام ده، هي رسوم بتتقدر على كل، على مساحة المحل، هما ست او ست طلبات. الطلب السادس ده انت مش مالكش دعوة بيه، وفي 60 يوم هتكون خدت الرخصة بتاعتك، عقد الايجار بتاعك، الوصي نور، البطاقة بتاعتك، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، الموافقة الأمنية مش بتاعتك، مش أنت اللي هتجيبها. يعني الموافقة الأمنية دي هم اللي هيجيبوها، أنت بتقدم ورقك بس وهم هيجيبوه. طيب بالنسبة للمحلات القديمة اللي هي مع رخصة، اللي مع رخصة ده هيدخل في المنظومة، لأنه خلاص التراخيص انتقلت من الحي للمكاتب التكنولوجية الجديدة دي، اللي هي تابعة لوزارة الإدارة المحلية، وزارة التنمية المحلية. ما خلاص ما بقاش في حي، ما بقاش نروح للحي وناخد جواب، وان الجواب الأحمر ومش عارف ايه، وموظف يقول لنا والنبي مش هطلعه لك، وان لا الكلام ده خلاص شكرا، بقيت هتروح للمكتب التكنولوجي ده او المجمع التكنولوجي اللي هو بقى في كل مكان ده، هتقدم الورق بتاعك، الخمس طلبات دول، وهم هيجيبوا الموافقه الامنيه. 60 يوم بالظبط، لو ما ردوش عليك الرخصه بتاعتك تروح اليوم ال 61 تستلم الرخصه بتاعتك. طب بالنسبه للمحلات القديمه، المحلات القديمه واللي هو معاه رخصه قديمه هيروح، بس ده عنده ميزتين. الميزه ان هو بيروح يقدم، بياخد الرخصه المؤقته دي على طول في 60 يوم، بيدفع نص الرسوم. يعني لو المحل بتاعك هتدفع عليه رسوم 1000 جنيه، لا انت هتدفع 500، والمهلة بتاعتك تجهز الورق بتاعك سنتين، الجديد سنة، وهتدفع الفلوس كلها مرة واحدة. ده بالنسبة للرسوم. و60 يوم بالظبط، اليوم 61 تروح تستلم الرخصة بتاعتك، اليوم 61 بالظبط وافقوا هتروح تستلمها، ما ردوش عليك هتروح تستلمها برضو. يعني انا قدمت الورق يا استاذ انت بتقول كلام وخلاص، لا بتروح تقدم الورق بتاعك 60 يوم بالظبط، قبل الورق بتاعك وخد منك الرسوم سواء جديد او قديم 60 يوم بالظبط، ما ردش عليك بان هو طلبك اترفض او اتقبل، تروح اليوم 61 هتلاقي الرخصه بتاعتك جاهزه تستلمها وتمشي. طب دي حاجه كويسه، حاجه كويسه. طيب دي هي بقى اللي مش كويس بالنسبه للشيشه، الشيشه اللي الرسوم فيها عاليه ورسوم فيها ما اعرفش هم بس الرينج بتاعها الكلام فيها من 7 ل 10000 جنيه في السنه، يعني دي بتاع دي بقى هتاخد وتدي فيها، ومجلس الشعب هيقول كلمته. طيب بالنسبه للي هو فاتح نشاط، في مبنى مخالف قانون التصالح بتاع المباني، اتفتح والاسبوع ده دخل مجلس النواب، يعني كبير ويدخل يتناقش الاسبوع الجاي، اد من دلوقتي هو حاطط عامل حساب ان هيروح له ناس عندها مشكله ان هو فاتح في مكان مخالف، في مكان ما مكان ما فيهوش تصالح. طب هو هيعمل ده ايه؟ ده اداله 5 سنين، ده اداله ان هو الورق بتاعه يتقبل
الرخصه هتطلع له في اليوم ال 61، في بعد اليوم ال 61 ده 30 يوم، يعني قول اقصاها 90 يوم هياخد الرخصه بتاعته، وهتبقى معاه 5 سنين يوفق اوضاعه طبقا لقانون المباني الجديد بقى، سواء هو مالك او الملك العقار او اللي هو بقى كمشتري من مالك، الملك هيوضب ويظبط اموره. طب دي حاجه كويسه، حاجه كويسه طبعا، لان انت هتضطر تشتغل، ما انتش مخالف، مفيش بلدي هتجيلك، مفيش كل شويه حد لا بتاع تامينات يجيلك ولا بتاع حي يجيلك، ولا كان في 50 ولا بتاع تموين يجيلك، كان في 50,000 حد بيروح لك المحل بتاعك او المشروع بتاعك اللي يقول لك النبي ده، وتدي لي بتاع التامينات، وتدي لي بتاع الحي، وتدي لي حاكم بتاع اللي هو كان هي فوضى ده، كذا حد، ما بقاش في الكلام ده خلاص، هيبقى هم الجهه دي اللي هتجي لك، وما بقاش في كمان ان هو يعمل لك اداره محل بدون ترخيص، اتلغى من الكلام من في القانون الجديد، بقى يدي لك انذار الاول، يدي لك انذار تزيل المخالفه. يعني هو دخل، انت فاتح مطعم ودخل عندك لقى عندك مشكله. او بالنسبه للمطاعم كمان، اللي هو بالنسبه للمطاعم هم، انا قلت لك 5 حاجات، في نمره 6 للمطاعم اللي هي الشهادات الصحيه، في بقى دول ال6 حاجات اللي انت هتطلبه منك الموافقه لما مش بتاعتك. كان الاول يقول لك روح هات لي موافقه الايه، اللي هو كان الدفاع المدني. هي دخلت بقى خلاص ضمن المنظومه اللي بتدرس، ما بقاش فيه يقول لك هات لي، لا خلاص شكرا، الموافقه الامنيه دي مش بتاعتك. يعني في ناس، في اخواننا يقول لك لا والله يا اصل هو ده بص ابن الذين معطل لك الدنيا، وانا هروح اجيب انا كمواطن، لا مفيش الكلام ده يا عم الحاج. المطاعم بس اللي هو يعني مثلا انا قلت لك على موضوع المطاعم، هيدخل دخل ليه مشكله في المطاعم عندك في المعمل، او حد بيشتغل او حاجه كده، اللحمه بره التلاجه يدي لك انذار. كان الاول بيعمل لك غش تجاري، دلوقتي مفيش الكلام ده، هو مش هيجي لك، مش هيجي لك بتاع التموين خلاص، ويعمل لك محضر اداره منشاه بدون ترخيص وغش تجاري وبيع لي كيلو لبن، لا فيش الكلام ده خلاص. يعني طولت عليكم، ومبسوط ان انا ببقى معاكم، وببقى مبسوط ان انا في خدمتكم. تحياتي والى اللقاء في حلقه قادمه.